سنرجع مهما لا تكفي جميع القصائد لتوصيف الحال الفلسطيني ولجمع حلم العودة أو لذكر حجم الألم بحدث لم ولن يكون طارئاً، بل له تاريخ ووثائق وقرارات. أقصى نكبات الحياة يوم ينكب المرء عن وطنه ليعيش على هامش هذه الحياة ما بين الواقع وأجنحة الخيال التي تأخذه في كل يوم إلى كل حارة وحي وشارع وقرية صغيرة أبعد عنها ليجعل هذا المكان مقدساً قريباً مهما بعد عنه. حلقة جديدة من غد سنعود والشاهد اليوم مخيم طول كرم. تأسس مخيم طول كرم للاجئين في عام 1950 ضمن حدود بلدية طول كرم على الحافة الغربية للضفة الغربية، وهو ثاني أكبر مخيم للاجئين في الضفة، يحوي 5 مدارس ومركز صحي واحد. وينتمي اللاجئون الأصليون في المخيم إلى القرى والمدن التابعة لمناطق حيفا ويافا وقيصارية. بضعة أمتار تفصل طول كرم عن مخيم طول كرم. العديد من القضايا التي سنناقشها حول المخيم. ينضم إلينا فيها سيد فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية لخدمات طول كرم. أسعد الله أوقاتك بكل الخير. أهلا وسهلا فيك سيد فيصل. أهلا وسهلا فيكم في مخيم طول كرم. أسعد الله أوقاتكم. يعني حقيقة أنا أولا أشكر هذه الفضائية، فضائية النجاح الوطنية اللي سلطت الضوء على واقع اللجوء وتحديد المخيمات لما تعانيه من ظروف حقيقة اقتصادية واجتماعية صعبة جدا بعيشها اللجوء الفلسطيني بكل بشكل عام، وسياسيا في الفترة وسياسيا بدنا نحكي عن السياسية فيما بعد. فحقيقة عندما نتحدث عن المخيم في واقعه، هي واقع كل المخيمات سواء في مخيمات الضفة ولا غزة ولا مخيمات لبنان وسوريا والأردن، هذه المخيمات المنتشرة نحكي عن 59 مخيم لجوء فلسطيني في المناطق العربية وفلسطين. طب خلينا نبلش احنا وياك بمخيم طول كرم، خلينا نتحدث عنه أكثر، نتعرف عليه أكثر. تحكي لنا عن نشأة هالمخيم وقديش كان عدد سكانه، اليوم ايش واقع؟ يعني مخيم طول كرم هو أحد مخيمات اللجوء الفلسطيني في الضفة الغربية، وهو ثاني تعداد سكاني بعد مخيم بلاطة في منطقة الشمال وتحديدا، وأكبر مخيمات هو في منطقة الشمال. مخيم طول كرم حقيقة عدد سكانه ضمن سجلات وكالة الهوت الدولية 24,000 نسمة على بقعة جغرافية 168 دلم. الإحصائيات الأولى للوكالة كانت تشير يعني من سكن المخيم العام 48 هو ما يقارب 4,000 إلى 5,000، هيك بيقول إحصائيات الوكالة على نفس البقعة الجغرافية. طبعا نحن نتحدث عن 1950 بالضبط. هسا أنت بتحكي على عدد السكان، الوكالة بتقول من 5 إلى 4، اليوم بتحكي 24,000 نسمة على نفس البقعة، فأصبح النمو السكاني في هناك ازدحام سكاني كبير، كثافة سكانية خانقة. التوسع العمراني في طبيعة المخيم هو بشكل عمودي، بشكل إنه حقيقة خلينا نقول شيء هندسي صعب جدا. يعني دائما نحن بنقول في حديثنا في بشكل عام في المخيم، أي زلزال بسيط جدا بيأثر على الوضع السكاني المخيم، لأنه هو كل البنى في المخيمات ومخيم طول كرم بدي أحكي عنه عشوائي، فغير يعني غير قانوني وغير هندسي. يعني جاء نتيجة للحاجة الطارئة لوجود مساكن بسبب النمو السكاني، وهيك في أغلب المخيمات بالضبط. وهو كيف خلينا نقول حالة اللجوء يعني والبيئة السكانية للمخيم، يعني الكل بتعامل إنه هذا شيء سكن مؤقت، وحقيقة المخيم هو سكن مؤقت، حتى البناء كمان صممناه بشكل مؤقت، ما في تصميم هندسي سليم 100%، لأنه الكل بيقول هو مؤقت
والسكن مؤقت، لكن حقيقة المؤقت أصبح عمره 70 عام هو ما يزيد. يعني هذه نقطة هامة جدا، اليوم نتحدث عن نسب فقر عالية، أعداد بطالة مهولة داخل المخيم، سببت من الممكن أن نقول هالة من اليأس للشباب في مخيم طول كرم مع تقليص لخدمات الأونروا. يعني سؤال في موقعه وفي محله حقيقة، يعني دمن أنا بحكي بالمؤشرات الإحصاء الفلسطيني وأيضا الإحصاء الوكالي تشير أن هناك أعلى نسب بطالة في أوساط اللاجئين في مخيمات، ومخيم طول كرم هو أيضا من أعلى نسب البطالة في الضفة. لما نكون طول كرم، هي مخيم طول كرم جزء من هذه المحافظة، هي كان المؤشرات الإحصاء رفح وطول كرم، وأحيانا طول كرم ورفح في فلسطين. في المخيم وكل الإحصائيات بتشير هناك بتحكي عن 67% هيك الحسب بتقول بطالة، فهي أغلبها من الشباب، وأيضا في من الخريجين، لدينا حملة شهادات من الخريجين الجامعات، ما فيش فرص عمل لا في الوكالة ولا في السلطة، لا السلطة قد تستوعب عدد خريجين كبير ولا الوكالة، وأيضا عندنا فئة كبيرة من الشباب عاطلين بحبها، وما فيش كمان، ومعظم شبابنا في المخيم ما بحصلوا على التسريح العمل في داخل إسرائيل بسبب الرفض الأمني، هذا سجين، هذا أخ شهيد، هذا في خلل أمني، فهاي الظروف كلها حقيقة يعني انعكست على سكان المخيم وعلى الوضع الاقتصادي وعلى الشباب، شكلت فعلا حالة نفسية واجتماعية. هذا الوضع يعني حقيقة أثر كثير، وأنا دائما بحكيها اليوم ما في عنا بالتعبير، خلنا نقول نسبة الزواج كنا في زمان مرتفعة، اليوم في نسبة مرتفعة، حالات الطلاق مرتفعة في الأوساط. اثنين، الشباب اليوم أنا بتذكر من جيلي وأصغر مني 16-17 بكون عنده بيت وأسرة وأولاد، اليوم للأسف يعني 30 سنة، فدائما بقوله بس بالمصطلح طلبات الحياة زادت، الحياة الاجتماعية الظروف صارت يعني ابن المخيم لما بده يكون، لكن الأوضاع الاقتصادية نفسها وتزداد سوءا. بالضبط، ما في فرصة عمل، فرصة عمل هي اللي بتحقق أني أنا أوفر بيت ومتطلبات الزواج وتكاليفه. فاليوم دائما عفوا عن المصطلح نقول عنوسي في أوساط البنات، اليوم العنوسة الأكبر في أوساط الشباب لظروف اقتصادية لعدم توفر عنه، فهي البطالة شكلت إن حقيقة وضع مشاكل اجتماعية كبيرة. دعني أشكرك كل شكر سيد فيصل سلامة، كل شكر لهذه المعلومات اللي قدمتها لنا، وكل شكر أيضا لاستقبالنا في لجنة الخدمات الشعبية لمخيم طول كرم. يعني هذا بيتكم ومخيمكم، أنا بحقيقة أشكركم على تسليط الضوء لتناول موضوع هام هو الحياة، خلينا نقول المعيشية وظروف المخيمات، هي يجب أن تسلط ليعرف العالم ما هي المأساة الحقيقية اللي بعيشها على مدار 70 عام، ونحن نعيش في ظروف صعبة جدا. شاكر لكم وأتمنى لكم التوفيق والنجاح في محطتكم الوطنية الموقعة. شكرا لك، مشوارنا في مخيم طول كرم كشاهد على النكبة وكشاهد على مأساة الشعب الفلسطيني مستمر. سنرجع خبرني العندلي، ما أطيب الربا والمصطبة والمتربع والهيش الأخضر اللي رغم شوكه الروح إله ترجع، وكيف ينسى أبو محمد ريحة الأرض والدار، وكيف بده يبطل يسأل هالختيار هو حرام أرجع. نستضيف في هذه الحلقة من مخيم طول كرم السيد عمر عمارة. أبو محمد يسعد أوقاتك. أبو محمد الله يسعدك ويسعد كل الجماعة اللي بيعملوا من أجل وطنهم. حدثنا يعني عمر الطفل اللي عاش النكبة، وين كان ساكن؟ أنا من مواليد قرية مسكي. مسكي قضاء طول كرم تبعد عن مدينة طول كرم 15 كيلو متر إلى الجهة الجنوبية الغربية. أقرب قرية عربية عليها طيرة بني صعب، طيرة طول كرم يعني، لأنه في فلسطين 4 طيرات. طب خلينا نتعرف على قرية المسكي إحنا وياك في التقرير، بعدين نرجع لنكمل حديثنا مع أبو محمد. تقع قرية مسكة في السهل الساحلي لأراضي فلسطين التاريخية على بعد 7 كيلومتر شمال غرب مدينة قلقيلية. كانت مسكة مشهورة بفاكهتها ولا سيما التفاح المسكي. احتلت مسكة في 15 من نيسان عام 1948 بأمر من ضباط الهاغانة، وطرد سكانها وجرفت القرية عن بكرة أبيها. بلغت مساحة أراضي القرية عام 1948 8076 دنم،
وبلغ عدد سكانها عام 1948 1021 نسمة، وفي عام 1948 بلغ عدد منازل القرية 197 منزلاً. ضيفنا سيد عمر عمارة أبو محمد كان عمره 15 سنة لما ترك مسكة، صحيح؟ نعم. بال15 سنة اللي عشتهم في المسكة إيش متذكر منها؟ كل ال15 سنة اللي عشتهم في مسكة بكل تفاصيلها أنا بذكرها. حدثنا. أول إشي القرية قرية زراعية تمتلك من الأراضي الكثير، يعني ممكن تستكثري إنه أقول لك إنه بلدنا بتعد في 48 بتعد 1020 نفر، يعني قرية صغيرة لكن عندها أملاك 12000 دنم، 7000 دنم مشاع للبلد والباقي 5000 دنم أملاك خاصة ملك خاص. البلد مثل ما قلت لك زراعية، تعيش على الزراعة. نعم. وهو الحقيقة يعني أغلب الشعب الفلسطيني كان يعيش على الزراعة. فاهم كيف؟ إيش من مظاهر الحياة بتتذكر في المسكة وأنت صغير؟ إيش أكثر إشي كان يستهويكم في المسكة؟ إيش أكثر إشي عز عليك وأنت تركتها؟ كل الذكريات الماضية في ال 15 سنة اللي أنا عشتهن في مسكة كلها ذكريات حلوة وسارة حقيقة، يعني كانت محيط البلد كلها كروم فواكه، يعني تين وعنب صبر تفاح برقوق زيتون بس قليل حقيقة، يعني كنا نزرعه بس على سبيل الرصيع مش على سبيل نعمل زيت. متذكر بيتكم هناك؟ طبعا 100%. بيتنا يقع في منتصف البلد والجامع أخذ الزاوية الغربية الشمالية من دارنا بتيجي حوالي دنم المساحة، واقتطعوا للجامع منها جزء شايفي، والجامع لحد الآن موجود القديم لأنه قسم قديم أنا بوعهوش وقبل أبوي كمان. ايش صار؟ حدثنا يعني. أيوة. خلي الناس تعرف ايش صار، كيف ترك كل. خليني اجيب لك اياها من البدايه شوي. تفضل. فركزت العصابات الصهيونيه اللي شكلت هجنا وسيرم وأراغون شكلت في عهد الانتداب وتحت انظار الانتداب ورعايته وتسليح، بينما الفلسطيني في عهد الانتداب ممنوع يقتني السلاح. انا ما عرفت ايش السلاح الا في وقت الأحداث في 48 صرنا نعرف البارودي والستن والفرد والهذا، ولا قبل إحنا ما بنعرف سلاح، نعرفوش بنشوفوش إلا بدين الناس، شايف كيف؟ بدين اليهود. فتشكلت هذه المنظمات الصهيونية لأنه الانتداب أجا ينفذ عهد بالفور، وعد بالفور لليهود بإقامة دولة، وفعلا الانتداب عمل على إقامة الدولة اليهودية مش على أساس إنه يحرر إنها تستقل فلسطين بسكانها الجميع، يعني سواء كانوا عرب أو يهود أو مسيحيين، شايفين هيك إحنا كنا نتوقع، لكن هذا الحكي مغلوط. الانتداب أجا لتنفيذ قرار وعد بلفور. إيش صار بهذيك المرحلة بعد ما؟ ولذلك سكت على تأليف وتشكيل منظمات صهيونية عسكرية من شان مستقبلاً يقدروا للعرب ويطردوهم من فلسطين ويعملوا دولة فيها، وهذا اللي حدث. طب أنت متذكر كيف وأنت طفل رحلتوا؟ نعم. يعني أنت أنا بدي تحكي لي عن ذاكرتك وأنت طفل، كيف طلعتوا من بيتكم؟ شو قال لك أبوك وقتها؟ طيب ما إحنا ما وصلناش الخروج لسه، فكان القرار إنه نرحل بس ما نبعدش على الطيرة، الطيرة 2 كيلومتر. الجيش اللي كان موجود في الطيرة بس عندما أجاش وما قدرتوا ترجعوا إلا بعدها. لما طلعت من الطيرة، أما في الطيرة لا ما قدرتوا ترجعوا بعدها. لا جيد شايفي، وصار ابن مسكي وابن الطيرة واحد يدافعوا عن الطيرة، والسلاح اللي عندنا
انضم لسلاح الطيري طبعا. شبابنا وشب الطيري يطلعوا سوا شافي، ودافعنا عن الطيري بثلاث معارك مهمة جدا. هاجموها اليهود ثلاث مرات، المرة الأولى من الغرب، مرة ثانية من إيش. أكثر ذكرى بهاي الحرب تتذكرها ما بتنساها؟ الذكرى اللي بذكرها في الطيري هاي حدثت معي. شو هي؟ إحنا يعني زي اللي لما هاجرنا من مسكي، زي اللي إحنا يعني طالعين أسبوعين زمان وراجعين. يعني بصراحة أبوي على في الحمامات، الحمام تبعنا حوالي رطلين ذرة وكمح، قال منشان الحمام ما يجوعش عبين ما نرجع، لأنه إحنا سفرتنا كلها شهر شهرين زمان وبنرجع، خايف على الحمامات يجوعن. شوف قديش الأمل. بحزن وببكي على الوطن اللي خسرناه، هي وحدي، وببكي لما بتصور موقف الأم العربية منا. أمتى رح نرجع؟ أيوة، أملنا بالله تعالى، إذا الله بتدخلش ولا عمرنا بنرجع. شايفي؟ وفي حديث للرسول بأكد الرجوع، العودي حتمية. اوعى واحد يتخيل، ورغم كل نذالف الأمة العربية العودي حتمية. شايفي كيف؟ لأنه الرسول أولا عليه الصلاة والسلام قال إن بيت المقدس لا يعمر فيها ظالم، وهذه دولة ظالمة ولن تبقى وتعمر مئات عام. والأمل بالله دائما وأبدا. أنا بدي أشكرك كل الشكر، كل الشكر لاستقبالك لنا، وكل الشكر لكلامك معنا. هذا واجبنا. وكمان أكيد مشاهدينا مشوارنا في مخيم طول كرم مكمل، خليكم معنا. البيارة كانت حلوة، كانت جنة، وفاطمة كان عمرها 14 سنة. فاطمة بتتذكر وين كانت تلعب وكيف كانت تركض بالحاكورة، وبتتذكر ريحة الدالية وصوت القمح قبل ما يتشوه بصوت الزنانة وريحة القنابل والموت. سنتعرف أكثر على أبرز الذكريات في وادي قباني مع أم وجيه. كيفك يا حجة؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ إن شاء الله تمام. والله الحمد لله، والله بقينا عايشين عيشة مهمة منيحة، بقينا ملاح مع بعضنا وعايشين وكيفين، كل شيء عنا، كل شيء يعني تستهي قلبك كله هنا. احكي لنا كيف كنتوا عايشين في وادي قباني؟ وادي قباني؟ كيف كنتوا عايشين؟ كيف كانت الحياة؟ حياة بقول لك ما فيش مثلها، ما فيش مثلها. عايشين ومكيفين وقاعدين بأراضينا، ماكلين وشاربين وزارعين وكل شيء عنا، مكيفين يعني ما فيش شيء علينا. انت تجوزتي قبل ما تتهجروا؟ بقيت حامل هذا القرد اللي وديه يوم الهجرنا طلعنا. بقيت حامل. كنت حامل في ابنك البكر. طب احكي لنا عن ذكريات زواجك. يعني كان عمرك 14 سنة لما تزوجتي. كيف تزوجتي ابو وجيه؟ تزوجنا إلي أخت متزوجة بالبلد هذيك كبيرة. الله يرحمها توفت. تزوجت يوم ما تزوجت بلد هذيك، اجى ابوي عليها نطل عليها، جينا من الدمتين اوادي القباني نطل عليها يعني عليها نشوفها. انا اجى ابوي صرت انا اكاد اقول يابا خذني معك عند اختي، والله غير يابا تاخذني عند اختي، صرت قربت فيه. جابني معاه ابوي على اختي. حياتي الحج هم جيران هناك لهم، دخلني الله يرحمه تعيشي هناك بشباب اخرى هناك معهم جيران، لو شافوني يعني هجني عندهم بلدهم هجني. فيش لا رجات ولا تلفزيونات ولا تمثيليون، فيش كل شيء على البساطة، على البساطة كل شيء على البساطة. يوم شافوني قعدنا أربعة أيام عند أختي، يوم شافنا هذا قال لأبو اللي بدك أدخلها، قال لأبو بدي أخذها أنا، قال ورقة غيرة هذه بعدنا، قال له بأخذها. والله ما أخذتها إلي اللي أروح أطوع الجيش حياتي الحج.
حبك. بدي اياها، بدي ما بدي اياها. كان يوم احد؟ يوم احد. قال له طيب، راح جاب الجيران، جاب المختار هناك، مختار باب الكبابي، وطلبني من ابوي وانا عند اختي. قال له اليوم الاحد، الاحد الجاي بنيجي نخطب عليها. كيف كنت اخطب عليها؟ هنا كانت وانا اخوتي وهالبنات، جايين خليني اشوفهم، بقيت ما هيك هالوجه علي بعد. ما شاء الله. بقيت مثل اليوم، بقيت هالوجه هيك علي، وخليني يعني اشوف. كتب علي الجاري. وبعدين شو صار؟ تجوزنا خلص، كتب علي الجاري وروحت، جابوني على وادي القباني. وضليتك عايشه هناك مع زوجك؟ بالضبط. لعند ما هجروكم. بقينا يوم اطلعونا تاني تنونة بس متزوجي مني. وكنتي حامل في ابنك؟ حامل ابني وزي. اي شهر متذكرة كنتي تعبانة يعني وانتو تتنقلوا؟ لا بقيت انا وليت عم حمايل صار ينقل بي من مطرح لمطرح، خايف علي قلب يعني بالطرق. انقل بالطرق. طلعنا قعدنا. وين رحتوا؟ احنا شفنا وين نروح بالمرة، وين نروح بالمرة. ثاني يوم الصبح حط شد بعيدين عن إن حصان وعندهم عربية، شد على حصان، لقينا هدم ولا قمنا شيء يكون بالدنيا. طلعنا بحالنا ببالنا، حطني بحال هذا ولا حملتوا إيش؟ ولا شيء. حطني وين؟ جابني على خربة المهداوي، خربة مهادوة أمني يعني أمننا هنا. أبعدنا شوي يعني عن بلدنا، أبعدنا مجي من هنا وأنبتة عن بلدنا. وهناك حطونا المهادوة بهالخشة كلها تبن، وهذا قال ما يكون عشان المرأة. هناك مختار المهاد قوي. يوم ما حطونا هناك باثنين قعدنا 4 أيام. الليلة الخامسة يا حبيبتي الساعة 2 أجوا على المهداوي، أجوا قعدوا على قصة المهداوي مثل هيك مبنية، جاب عنده كراسي شبك من هذولا وقعدهم مختار أكثر من 24 أكثر من اليهود من الكتار هذول. قعدوا مرحبا يا حاج، مرحبا للمختار، وهذا يقول له مختار مهادوي. قال لهم، قالوا له عندكم سلاح؟ في عندكم سلاح؟ قال المختار، قال إن سلاح مختار مهادوي، قال إن سلاح، قال ورينا سلاحكم اللي عندكم. قال له لا ما نوريش سلاحنا احنا، قوي مختار مهادوي قوي. قال له ما نوريش سلاحنا. يعني كيف وصلتوا على طول الكرم؟ شبق النهار الدنيا وشفت. اجوا بجي 5 شباب أبو طمارة بقى متلحين محمود برنات من الكبار، استحكموا وقعدوا بالبلد وطارت هالبلد هذا. هاي 40 عتد. قام صاحب من المختار انكتل ليه ابن المختار. شوف قلت براسه محمد. كتل طلع باله بيعدوين عبوه ابن المختار، طلع ضربوه طخوه اما دمه بقى مع المطر يركض يكسل امه. طخوه ابن المختار مات. قال واحد أجوا نبوا، قالوا ولا واحد يطلع من البلد اللي تاني تفن الولد، تاني تفن الولد. عمي حطني شد على هالحصان وحطني بهالعرباية وقال لهم انتوا تيجوا لما تيجوا لثلاثة وقلهم يحطني وأظل طوال يركض بطل شرق على حارة السرادة ثاني يهربوا. حارة السرادة هنا حطوني الدار حارة السرادة. وكانوا قالوا لكم في امل ترجعوا على بلادكم؟ بقى يقولوا لنا يضحكوا علينا، اخر اسبوع بنرجع، اخر اسبوع بنرجع، اخر اسبوع بترجع، اخر اسبوع بترجع. ما في فايده. خلينا جينا لطول كرم يا حبيبتي. الولد هذا يوم اول حطونا اول يوم طول كرم ثاني ما ولدته. الله افرج علي ولدته. الله يبارك فيك يا رب ويطول بعمرك. وعشنا عيشه هانيه بعديها طول كرم، شو بالك؟ والله بقينا بقيت وين؟ تلفي إلي تلف بقطير تلاف نوديهم على العالم مش حدا نطعمهم هنا بتوكر ممكن ما فيش ما طبعناش ولا إيش معنا بتوكر. بعدين شافوا أصلا 14 بطن جبت أنا ما شاء الله عنك 14 في عند خليج هو في الحمد لله عايشين الله يحماكم وعشتنا مثل الدفت بعديها تاك الله يهونها والحمد لله والحمد لله. وهذا احنا طرنا وربينا وكلينا طرنا وقينا طول تركض على الزعتر وعلى الجبال وعلى العطور وعلو اجيب ونجيب واعمل ونطعم ابيع كيلو التعريف بقيت ابيع كيلو افر عشويته
أنا يبقى في ملان حاملة بحبنا أو أكل كان أقول هاي لو مستني نقول التعريف. الله يقويك يا رب. الحمد لله. الحمد لله. أنا بدي أشكرك حبيبتي الوزير. خليك أنا. بدي أشكرك كثير لوقتك وبدي أشكرك لأنك استقبلتينا في بيتك. شكرا لك. الحمد لله. وأكيد بدي أشكر يعني أهل مخيم طول كرم على استقبالهم الحلو. بدي أشكر كل الناس اللي شاركونا بقصصهم وأكيد خليكم معنا لنستكمل مشوارنا بشواهد أخرى على النكبة ومخيماتها.